حفظنا المستشفى الذكي اللي هو مستشفى الجليلة، وهذا بيكون تقريبا يمكن على مستوى الدولة من أولى المستشفيات، يحتوي على أنظمة تشغيلية ذكية يطلع فيها لكل سرير شاشة فيها صورة المريض، فالدكتور يعرف مع من يتخاطب ما يغلط، المريض يعرف الدكاترة اللي بيتعامل معاهم، يستطيع أن يرى كل التحاليل، يقدر يطرش لهم مسج، يستلم منهم رد. فعلى مدار الساعة في طبعا أشياء ترفيهية انترتينمنت وما إلى ذلك، يستطيع الإنسان وهو على سرير أيضا يستطيع أن يعني يدخل في كثير من خدمات المدينة والحكومة الذكية. نحن دائما طموحين وما شاء الله درسنا الشيخ محمد أن لازم دبي تكون رقم واحد، ونحن إن شاء الله نتأمل هيئة الصحة تكون رقم واحد في المجال الصحي في دبي. المستشفى الذكي السمارت هوسبيتال هذه نقلة نوعية بحد ذاته في المستشفيات المستقبلية اللي موجودة في العالم. السمارت هوسبيتال يقدر المريض يتابع ويا الدكتور حالته 24 ساعة وهو على سرير المرض. اليوم طبعا ياسين نحدثكم نحن عن المستشفى الذكي في هيئة الصحة في دبي. يعتبر مستشفى الجليلة أول مستشفى ذكي حكومي على مستوى الدولة، ستطبق فيه الأنظمة الذكية باستخدام النظام اللي في خلفي هذا. بتكون الشاشة المتفاعلة بجانب سرير المريض اللي يستطيع عن طريقها التحكم في الغرفة والاطلاع على معلومات الصحية وخدمات أخرى يحتاجها المريض خلال تواجده في الغرفة في المستشفى. هذا النظام سيكون متوفر في مستشفى الجليلة في كل غرفة للمريض، وإن شاء الله في خطة الهيئة تطبيقه على باقي مستشفيات الهيئة، وسيكون البدء إن شاء الله عما قريب في تطبيق هذا النظام. خلونا نخبركم شوية عن النظام. النظام طبعا مصمم انه يكون يعني للمستشفى الاطفال، لان مستشفى الجليلة التخصص هو مستشفى اطفال متخصص لامراض الاطفال، فخلينا الشاشه تكون بطريقه شويه تكون فريندلي مع الاطفال. فالنظام طبعا مستخدم بعده لغات، الشاشه الرئيسيه الان هي باللغه الانجليزيه، يتم تغيير لغه عن طريق اختيار اللغه، تختار اللغة العربية. من الأشياء المهمة في هذه الشاشة أنها أيضا شاشة عبارة عن شاشة كبيرة يعني مريحة للعين، وهي شاشة مناسبة لاستخدام في المستشفيات، لأن في المستشفيات لازم تستخدم أجهزة طبية يعني هايجينك. من المميزات موجودة الرعاية المركزية، ممكن يستخدم المريض الرعاية المركزية ويختار ماي هيلث حاليا ايضا باللغتين موجود ان شاء الله، يوفر معلومات المريض نفسه، الاطباء الذي يقومون على علاج هذا المريض، ملخص عن حاله المريض. يستطيع المريض خلال هذه الشاشه التواصل مع الاطباء بكتابه مسجات لهم، يستطيع التعرف على الادويه اللي هو ياخذها الان، يستطيع يتعرف على المختبر ريزلت اللي يطلع له من المختبر. خلال هذا النظام ايضا يستطيع المريض في الرعاية المركزية الحصول على توعية عن المرض اللي هو فيه، فيسمون الـ education، ممكن يطلع خلال فيديو عن ويتعرف على المرض اللي هو يتعالج عنه. هاي بعض الأمثلة. النظام أيضا فيه خلينا نرجع للتطبيقات، في يستطيع المريض يشوف الوقت ويشوف السكاجول ماله في هذه الشاشة. النظام ايضا في ممكن ان يتحكم في هذه الغرفة، يتحكم في مكيفات الغرفة، يضيء الاضاءة الخلفية للسرير او يغلق الاضاءة للغرفة. فالنظام متوفر في التحكم في الامور الموجودة في الغرفة.
فهذا النظام الآن سيتوفر إن شاء الله في مستشفى الجليلة كأول مستشفى ذكي حكومي على مستوى الدولة، وستستمر هيئة الصحة في توفير مثل هذه الخدمات في كل منشآتها إن شاء الله في المستقبل.